بعد إعلان مجلس الدفاع الوطني اليمني جماعة الحوثيين جماعة إرهابية. ها هو ذا البنك المركزي اليمني يجمد أرصدة 12 شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية بسبب دعمها وتمويلها للأعمال الإرهابية للإنقلابيين. هذا القرار الذي أصدره البنك سينعكس بالتالي سلبيا على الميليشيات الحوثية بأنه سيجفف منابع تمويلها، كما أنه أيضا سيكون بشكل إيجابي بالنسبة للقرار السياسي الذي اتخذته الحكومة أو السلطة الشرعية أو مجلس الدفاع الوطني في تصنيفها للميليشيات الحوثية بأنها ميليشيات إرهابية. حظر التعامل مع الشركات الممولة للحوثيين يراه محللون عسكريون بأنه سيسهم في تقليص الدعم المالي لجماعة التمرد، خصوصا وأنهم يرون أن قيادات هذه الجماعة هي من تمتلك وتدير هذه الشركات لتمويل تحركاتها العسكرية ضد الشعب اليمني. تتخذ الدولة كل هذه الوسائل لتأمين تحركات الحكومة اليمنية الأخيرة، يراها كثيرون بأنها تؤكد جديتها في إنهاء الانقلاب الحوثي، لكن هذه المرة بأدوات دبلوماسية واقتصادية. حرب اقتصادية إذن أعلنتها الحكومة اليمنية ضد الإرهاب الحوثي، حرب أريد منها تفكيك البنية الاقتصادية الداعمة والممولة لجرائم الانقلابيين. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الدبحاني، تعز.